السياسة النقدية، أسعار الفايدة، التضخم، الركود، مصطلحات بقينا نسمعها كتير الأيام دي، سواء في الإعلام أو مواقع التواصل أو حتى من الناس اللي حوالينا. أنا إيهاب سعيد وهنوضح المصطلحات دي ببساطة. السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات اللي بيتخذها البنك المركزي في البلد للتحكم في المعروض النقدي والسيولة المالية في الاقتصاد، وبيهدف من هذه السياسة إلى تحقيق أهداف معينة زي الحد من التضخم، تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الاستقرار في الأسواق المالية. وفي أكتر من أداة للتحكم في المعروض النقدي المتاح، سواء للحد من التضخم أو دفع الاقتصاد للانتعاش، زي رفع وخفض أسعار الفايدة قصيرة الأجل، شراء وبيع السندات للبنوك، خفض أو رفع الاحتياطات المطلوبة من البنوك لدى البنك المركزي. والتضخم ببساطة نقدر نعرفه بتراجع القوة الشرائية للعملة، وله أسباب كتير، من أبرزها زيادة حجم السيولة بالسوق بنسبة أكبر من حجم السلع والخدمات المتاحة، فده بيزود الطلب بشكل كبير عليها وبالتالي بيتسبب في زيادة أسعارها. وهنا بيجي دور المركزي، إنه ببساطة بيحاول يخفض حجم السيولة دي من السوق بالأدوات الثلاثة اللي أشارنا إليها، زي مثلا إنه يرفع أسعار الفايدة عشان يغري الناس تحط أموالها في البنوك وبالتالي تستفيد من أسعار العائد، وده بدوره هيقلل من المعروض النقدي ويحد من الطلب على السلع وبالتالي تهدأ الأسعار ويتراجع معدل التضخم. والمركزي في سبيل تحقيق أهدافه ممكن يستخدم أداة واحدة أو أدواته مجتمعة تبعا للظروف، فممكن كمان يلجأ إلى بيع السندات للبنوك بغرض خفض السيولة المتاحة عندها، وده هيحد من قدرتها على التمويل وبشكل خاص التمويل الاستهلاكي وبالتالي يرفع تكلفته فيؤثر في حجم الطلب. وممكن كمان يلجأ لرفع نسبة الاحتياطات المودعة لديه من البنوك بغرض خفض قدرتها على التمويل، على اعتبار ان البنوك لازم دايما يكون في جزء من سيولتها على شكل احتياطي مودع عند البنك المركزي لمواجهة اي طارئ، واللي بيحدد هذا الجزء بيكون هو المركزي نفسه. بس زي ما في اثار ايجابية لهذه السياسة واللي بنسميها سياسة تضييقية بغرض خفض معدل التضخم، فكمان في اثار سلبية ما نقدرش نتجاهلها، وده اللي دايما بيشكل صعوبة امام متخذ القرار لتحديد السياسة النقدية المتبعة. فالمعروف ان النشاط الاقتصادي بوجه عام بيقوم بالاساس على الائتمان، وان الشركات والمصانع بتشتري المواد الخام بالائتمان وبتبيع انتاجها بالائتمان، وبالتالي ارتفاع تكلفته بسبب رفع اسعار الفايده هيقلل من ارباحها، واذا كانت مدرجه في البورصه هياثر سلبا في اسعار اسهمها. وما ننساش كمان ان تراجع حجم الانفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع تكلفه الائتمان هيؤدي لتراجع المبيعات، وده بدوره هيكون له تأثير سلبي إضافي على أرباح الشركات بما يؤثر على النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بوجه عام، وده كله هيؤدي في النهاية لانخفاض معدلات النمو في الدولة واحتمالية الدخول في الركود. وهنا بقى يبدأ المركزي في تحويل سياسته من تضييقية إلى سياسة توسعية، وده باستخدام نفس الأدوات ولكن بالعكس، يعني بيخفض أسعار الفايدة، يشتري السندات، يقلل من الاحتياطات المطلوبة بغرض زيادة المعروض النقدي في السوق فتقل تكلفة التمويل وبالتالي يزيد الطلب عليه فيرتفع مرة تانية الانفاق الاستهلاكي، واللي بيعد أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي. ونتيجة لده تبدأ معدلات النمو في الارتفاع لحد ما يصل الاقتصاد لمرحلة الازدهار، واللي غالبا بتنتهي بارتفاع معدلات التضخم لتعود الدورة من جديد. ده كله ببساطة بنسميه الدورة الاقتصادية، واللي كل مرحلة من مراحلها بتحتاج لفترة من الزمن وبيحكمها عوامل أخرى طبعا بطبيعة الحال سواء داخليا أو خارجيا. ومن المهم نأكد على أن الاقتصاد لا يبنى أبدا بالسياسات النقدية وحدها، ولكن لازم يكون معاها على نفس السياق ونفس النهج سياسات مالية حكومية متوافقة. يعني ما ينفعش مثلا يكون المركزي بينتهك سياسة توسعية والسياسات المالية تكون مقيدة، وإنما لازم تكون هي كمان محفزة، وعشان كده لازم يكون في دايما تنسيق بين الحكومة وبين البنك المركزي، وهي دي الحكاية ببساطة.